بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في مادة التربية الدينية الإسلامية. النهاردة هناخد درس من الوحدة الثالثة، الوحدة بعنوان مهد الإسلام. عنوان درسنا النهاردة هو إسماعيل أبو العرب. عنوان الدرس هو إسماعيل أبو العرب. يلا بينا كده نشوف الدرس بيتكلم عن إيه. بيتكلم عن هجرة سيدنا إبراهيم. نقول ان سيدنا ابراهيم عليه السلام دعا قومه الى عبادة الله وحده لا شريك له، قومه ومنهم ابيه كانوا بيعبدوا الاصنام، وسيدنا ابراهيم كان قاعد يدعو قومه الى عبادة الله وترك عبادة الاصنام. طبعا هم لم يستجيبوا له ولم يستجيبوا لدعوته، فخرج مهاجرا بدعوته من بلده العراقي. فهم لم يستجيبوا له، فهو قرر ان هو يسيبهم ويهاجر وبيروح يدعو ناس تانية في بلد تانية. هو خرج من بلدته العراق وهاجر إلى إيه؟ فلسطين. يبقى أول حاجة إن هو كان بيدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن قومه لم يستجيبوا له، فخرج مهاجرا بدعوته من بلده العراق. نركز كده، هو خرج من فين إلى فين؟ خرج من بلده العراق إلى فلسطين. طب خرج لوحده؟ قال لي لأ، كانت معه زوجته إيه؟ سارة. ثم رحل معها طبعا الى ايه؟ فلسطين. طيب بعد ان رحل الى فلسطين ذهب الى مصر وقابل هناك فاهداه ملك مصر سيده تكون في خدمه زوجته ساره. تمام، يبقى ملك مصر اهدى سيدنا ابراهيم عليه السلام جاريه اسمها هاجر لتكون في خدمه زوجه سيدنا ابراهيم السيده هاجر. طب ايه اللي حصل كده؟ حصل بعد ذلك ان سارة عارفين ان هي كانت لا تنجب، ما كانتش بتخلف، ستنا سارة ما كانتش بتخلف، فعرضت على سيدنا ابراهيم ان يتزوج من المصرية هاجر. تمام، سيدنا ابراهيم ستنا سارة عرضت عليه ان هو يتزوج من الجارية المصرية مين؟ هاجر. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ تزوجها سيدنا ابراهيم وولدت له ولدا سماه اسماعيل. يبقى سيدنا ابراهيم تزوج مين؟ سارة كانت تنجب ولا لا تنجب؟ كانت لا تنجب. تمام، اتجوز مين؟ امرته بان هو طلبت منه يتزوج من مين؟ قال ان هو يتجوز من هاجر، فتزوجها. طب هاجر جنسيتها ايه؟ كانت مصريه. فلما تزوجها انجبت له ولدا سماه ايه؟ اسماعيل. ذات يوم جاء الى سيدنا ابراهيم ذات يوم جاء ابراهيم الى هاجر وطلب منها ان تحمل اسماعيل. قال لها احملي ايه؟ اسماعيل. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نشوف. يبقى عرفنا ان سيدنا ابراهيم راح للسيدة هاجر وطلب منها ايه؟ ان تحمل اسماعيل، تاخد اسماعيل كده معاها. طب وبعدين هيروحوا فين؟ قال لها تأتي معه. طب تعالي معايا، هاتي اسماعيل وتعالي معايا. حتى دخل في صحراء جرداء، دخل في صحراء مفيش فيها اي حاجة، مفيهاش مية، مفيهاش اكل، مفيهاش ظل، مفيهاش ناس، صحراء جرداء. وطلب من هاجر ان تبقى هناك هي وابنها، ثم مضى وتركها. قال له هاجر خليكي يا سيدة هاجر، خليكي هنا انت وابنك سيدنا اسماعيل. ومشى وسابها بعد ما سابها في الصحراء الجرداء هي وابنها الطفل الرضيع، من غير ما يكون معاهم حد، من غير ما يكون في اي طعام او شراب او اي ناس تانية غيرهم في هذه الصحراء، وبعدين مضى وتركها. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ طبعا كأي أم جرت سيدنا ستنا هاجر وراء سيدنا إيه؟ إبراهيم، وقالت له إلى أين تمضي وتتركنا؟ أنت رايح فين؟ هنا ليس حياة ولا زرع ولا ماء، هنا ما فيش ولا حياة ولا زرع ولا ماء، أنت سايبني ورايح فين؟ وسايب ابنك ورايح فين؟ مضى إبراهيم وهو صامت. راح سيدنا إبراهيم بص لها ومشى وهو ساكت ما اتكلمش. تعالوا بقى نشوف ستنا هاجر بقى. أدركت هاجر أن هذا أمر الله، عرفت بقى أن بدل ما هو سكت كده وعمل كده ان دوت امر من ربنا سبحانه وتعالى. طب فقالت له ايه؟ هل امرك الله بهذا؟ ربنا امرك بكده؟ قال سيدنا ابراهيم، فسيدنا ابراهيم قال ايه؟ نعم ايوه، ربنا امرني هو اللي انا سيبكوا كده. فستنا هاجر قالت اذا فلن يضيعنا الرحمن الرحيم. هي ادركت وايقنت، طبعا هذا بيدل على ايه؟ على ايمانها بربنا سبحانه وتعالى وشده ايمانها وصبرها، ان هي عارفه ان طالما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امره بكده اذا فربنا عمره ما هيضيعها ولا هي ولا ابنها ايه؟ الرضيع. طيب وبعدين قال مضى ابراهيم عائدا. خلاص سيدنا ابراهيم ساب زوجته وساب ابنه وسابهم في هذه الصحراء لان هذا امر من الله سبحانه وتعالى، ومضى عائدا. وحينما اختفى عن زوجته خلف الجبل، لما مشى بقى واختفى عن زوجته خلف الجبل، ايه اللي حصل؟ اخذ يدعو، قعد بقى يدعو ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نسمع ونشوف سيدنا ابراهيم كان بيدعو ربنا وكان بيقول له ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعد أن استمعنا إلى الآيات، تعالوا نشوف معانيها بسرعة كده. هنا ربنا الرسول سيدنا إبراهيم عليه السلام بيطلب من الله سبحانه وتعالى ويقول له إنه أسكن ذريته اللي هو من ذريته المقصود بها ستنا هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، يعني في مكان ما فيهوش ولا زرع ولا ماء ولا أي حاجة، عند بيتك المحرم. والمقصود ببيتك المحرم هنا هو الكعبة، تمام. ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا إيه الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني اجعل الناس إيه تأتي إليهم لتكون لهم سندا معونا، وارزقهم من الثمرات يعني من الطعام لعلهم إيه يشكرون. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعاء ابراهيم عليه السلام. طب ازاي تقبل دعائه؟ وهنشوف ان السيدة هاجر ام اسماعيل جلست ترضعه وتشرب من الماء الذي تركه لها ابراهيم حتى نفد، كان معاهم شوية مية، وستنا هاجر كانت بتشرب المية دي وكانت بترضع سيدنا اسماعيل لحد ما الماء اللي معاهم ده كان نفد وكان خلاص خلص، ما كانش فيه ماء تاني، وكان الجو حارا، وبدأ الطفل اللي هو سيدنا اسماعيل بدأ يبكي لان هو كان يشعر بالجوع الشديد، ووالدته كانت غير قادرة على إرضاعه لأن مفيش مية ومفيش أكل، فهي مش عارفة تعمل إيه، وكان الجو حار جدا، وبدأ الطفل إن هو إيه يبكي. طيب بعد كده بقى إيه اللي حصل؟ قال لي ستنا هاجر تركت الطفل سابته في مكانه وصعدت إلى جبل الصفا ونظرت من فوقه ليس هناك أحد، سابت الطفل كده وطلعت تجري تجري لحد ما وصلت لجبل الصفا وبصت من فوقه مفيش حد. سيدة هاجر بتعمل كده ليه؟ هي عايزة حد يساعدها، عايزة حد تشوف يمكن أي حد معاه ماء أو معاه أكل عشان تقدر إن هي إيه تطعم الطفل الصغير الرضيع ده. طيب وأخذت تهرول في الوادي حتى صعدت إلى جبل المروة وتقول لا أحد، جبل من هنا على اليمين وجبل من هنا على الشمال، تطلع تهرول وتجري لحد ما توصل لجبل الصفا وتبص من فوق ومفيش حد، بعدين تهرول رجع مرة أخرى لحد ما توصل لجبل المروة أو الصفا وتبص من فوق وتقول برضو مفيش حد. طب تاني إيه اللي حصل بعد كده؟ وهكذا أخذت تهرول 7 مرات، وفي المرة الأخيرة كانت قد تعبت، وقبل أن يدركها اليأس أدركتها عناية الله سبحانه وتعالى، فأرسل إليها ملكا. الملك ده عمل إيه؟ قال لك ضرب الأرض فانفجرت عين زمزم. مية زمزم عارفينها، أيوة اللي هي انتوا اللي ماما اللي تيتا أو جده لما بيسافر السعودية بيجيب لنا منها، دي موجودة لحد يومنا هذا. انفجرت عين زمزم فأخذت تحوط على الماء فشربت وأرضعت طفلها، تمام. إيه اللي حصل؟ راحت النباتات تنبت، طبعا في مية فالنبات إيه هيطلع، والطيور تقبل والقبائل تقوم بجانب الماء. طبعا احنا كنا عارفين زمان الناس كانت بتترحل في ترحال للبحث عن المياه، طب هنا الناس لقيت في ميه، هتمشي ولا هتفضل قاعده جنب الميه؟ تقعد طبعا جنبها. وقبر اسماعيل وتزوج من الفتاه من القبائل المجاوره. طيب تعالوا بقى نشوف بقى سيدنا اسماعيل اللي ابوه تركه في الصحراء، هل هيكون بار بابيه ولا لا؟ نحكم هنا من خلال القصه دي ونشوفه هل سيدنا اسماعيل كان بار بابيه ولا لا. الابن المصري. ذات ليلة رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام رؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل. طبعا احنا عارفين ان رؤيا الأنبياء حق، يعني النبي أو أي نبي لما يشوف أي رؤيا الرؤيا دي بتكون حق وواجب ان هو ينفذها. هل ده منطبق علينا احنا كلنا كبني آدمين؟ لا، الموضوع ده علاقة بالأنبياء بس. ففي ليلة كده من ذات الليالي وسيدنا إبراهيم كان نايم، رأى رؤيا انه بيذبح ابنه إسماعيل، فناداه، راح له كده وناداه وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني هو قال له أنا شفت في المنام إن أنا بذبحك، فأنت شايف إيه؟ أنت إيه رأيك؟ من فانظر ماذا ترى. فطبعا كان سيدنا إسماعيل كان عارف إن رؤيا الأنبياء حق، وكان عارف إن أي حاجة سيدنا إبراهيم بيقولها بتبقى فيها إيه أمر من الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف كده سيدنا إسماعيل رد عليه وقال له إيه.
لم يتردد سيدنا إسماعيل، وإنما قال لأبيه إيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، اللي ربنا يؤمرك بيه اعمله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني قال له يا أبتي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيه أنت اعمله، وأنا هطيعك وأنا هسمع كلامك وهتلاقيني إن شاء الله إيه من الصابرين. مضى الاثنان لينفذا أمر الله. الاثنين راحوا كده عشان سيدنا إبراهيم يذبح سيدنا إسماعيل زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان أمره، ولكن في آخر لحظة ربنا سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، كبش جميل فدا بيه وفدى بيه سيدنا إسماعيل، وسيدنا إبراهيم ذبح الكبش ده أو الذبح ده وفدى بيه سيدنا إسماعيل عليه السلام، وأصبح هذا اليوم عيدا للمسلمين. جميل. عيد إيه بقى اللي إحنا بنذبح فيه بقى؟ هو عيد الأضحى، هي دي الشعيرة اللي إحنا بنحييها وبنجددها وبنفتكر إن إحنا بنذبح اليوم ده، لأن اليوم ده هو اللي فدى بيه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الذبح، ففدى بيه سيدنا إسماعيل، وأصبح هذا اليوم عيد المسلمين اللي هو عيد الأضحى. نشوف موقف آخر. وفي مرة أخرى جاء إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل، سيدنا إبراهيم جاء سيدنا إسماعيل وقال له إن الله أمرنا أن نبني الكعبة. إحنا الكعبة زي ما نعرف إن هي كانت مبنية في أول ما نشأ الله الأرض ومن عليها، وأنها الملائكة هي من بنت الملائكة، ولكن بقي جاء طوفان سيدنا نوح فسقطت الكعبة وبقى قواعدها، فأمر الله سيدنا إبراهيم أن يرفع القواعد هو ولده إيه اسم إيه هو وابنه إيه إسماعيل. طب إيه اللي حصل؟ قال له إن الله أمرنا بأن نبني الكعبة، فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. الحجارة تبني بها الكعبة، كان سيدنا إسماعيل بيساعد أبوه في حملها وبناء الكعبة. وكان هذا البيت أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله، وارتفع دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، فكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام، وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وبذلك نكون قد انتهينا من عرض الدرس، وكان الآن ميعاد المناقشة والأسئلة. والسؤال الأول بيقول: من أين خرجت دعوة إبراهيم وإلى أين هاجر؟ منين خرجت دعوة إبراهيم؟ احنا قلنا خرج سيدنا إبراهيم مهاجرا من العراق، طب إلى فين؟ إلى فلسطين ثم إلى مصر. يبقى نركز كده، خرجت منين الدعوة؟ سيدنا إبراهيم لما هاجر، هاجر من أين؟ من بلده اللي هي كانت العراق. طب راح فين؟ أول حاجة راح إلى فلسطين، بعدين راح إلى إيه؟ إلى مصر. ما موقف قوم سيدنا إبراهيم من دعوته؟ طيب ايه سيدنا ابراهيم لما كان بيدعو قومه عملوا ايه؟ هل استجابوا له ام لم يستجيبوا له؟ طبعا لا، لم يستجيبوا له، وبذلك هاجر بدعوته من العراق الى فلسطين ثم الى مصر. السؤال بعد كده: ماذا اهدى ملك مصر سيدنا ابراهيم؟ طبعا زي ما احنا عارفين اهداه سيدة تكون في خدمة زوجته، والسيدة دي اللي هي كانت ايه؟ السيدة هاجر. تم ثمر الزواج سيدنا ابراهيم من السيدة هاجر؟ ولدت له ولدا جميلا سماه اسماعيل، زي ما احنا عارفين ان السيدة هاجر كانت اهداها ملك مصر لتساعد السيدة سارة، كانت السيدة سارة لا تنجب، فعرضت على سيدنا اسماعيل ان يتزوج من هاجر، وفعلا تزوج منها ولدت له ولدا جميلا سماه اسماعيل. طب ما اسم العين التي تفجرت لهاجر؟ اسمها عين زمزم. ما الرؤية التي رآها سيدنا ابراهيم؟ أنه يذبح ابنه. والآن بعد أن انتهينا من عرض المناقشة سوف نقوم بعرض سؤال المتفوقين، السؤال الذي ينتظره الجميع. والسؤال بيقول: كان سيدنا إسماعيل مثال للابن البار، وضح ذلك في الدرس. في حاجة بتدل على إن سيدنا إسماعيل كان ابن بار لأبيه، وضح ذلك من خلال فهمك للدرس. ننتظر منكم الإجابة، سوف تقومون بالإجابة على هذه السؤال ووضعه في أسئلة المتفوقين. وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.